حتى الآن مفيش عند العالم الغربي تفسير لحالة الثبات واليقين والإيمان اللي عند المقاوم الفلسطيني اللي بيواجه أبشع صور الإجرام اللي البشرية عرفتها في حرب عالمية على شعب حر محاصر بقاله أصلا 17 سنة بس متمسك بأرضه ورافض أنه يتهجر ويتخلع منها مهما كانت حدود الإجرام ومهما كان عار الصمت مسيطر على البشر. العالم كله يحتار في المشهد الجاي وإصرار مقاوم مصاب على أنه يأكد على أنه روحه ودمه فدا للمقاومة وفدا للوطن والأرض رغم كل اللي بيحصل ورغم الحرب البشعة وحرب الإبادة اللي بيواجهها في شمال غزة. احفظ أهلنا في غزة، يا رب احفظ أهلنا في غزة، الحمد لله يا ربي يا الله يا الله الحمد لله في ذا غزة في ذا المقاومة الروح بترخص الروح بترخص في ذا فلسطين الروح بترخص في ذا فلسطين.